حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بصحة وخير وسلامة. اهلا بكم على قناتي. صار لنا طبعا كلش هواية ما مصورة اني، خصوصا ورا اول فيديو اللي انتشر شهر الواحد، وهسه احنا تقريبا عندنا نهاية شهر الثالث. بس مع الاسف مريت اني بظروف كلش هواية خلتني يعني مو ابتعد عن اليوتيوب، وانما يعني ما اقدر، انه مو بايدي انا، مو صحتي كانت بوقتها. ان شاء الله بفيديو ثاني راح احكي لكم كل شيء صار وياي، بس هسه مختطفات صغيره. نهايه 27/1/28 طبعا وقعت، وكلش كلش بوقتها تاذيت، توقعت شنو؟ وقعت على ظهري. واني قبلها ب 2011 كان عندي ديسك طبعا، و ما اخذت العلاج، ويعني ما اخذت سيريس، يعني كنت اقول عادي يعني، واذا ديسك انه ما كنت شايفته انه بهالوجع هذا انه ممكن يبقى وياي المر الزمن. بوقتها بس انا سويت كم علاج فيزيائي، رحت للمستشفى ووراها صرت الحمد لله احسن فتركته، وهذا كان اكبر غلط طبعا. المهم كمل. فهسه دا انتظر واشوف شنو راح يصير، بس ان شاء الله كل شيء خير. هذا موضوع الديسك موضوع كلش كبير، موضوع كلش مهم، ان شاء الله راح اطرحه على فيديو ثاني. هسه راح اشوفكم شويه من مشترياتي اللي اشتريتها اخر اسبوعين تقريبا، على مود هم الواحد شويه يعتني بنفسه. مع ذلك بالبيت جبت القهوة الباردة مالتي اللي اموت عليها انا طبعا، وراح ابدي اشوفكم الغراضة اللي اشتريتها. راح اخليكم وياي، وان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا عجبكم سوولي سبسكرايب ولايك على مود تجي فيديوهات اكثر. ويلا خلينا نبدي بالمنظفات. حطيت من انه على صفحة المنظفات هذا لانه دورت على ديتول، دورت اريد فشي اعقم اسوي بي، ماكو، خلصان كل شيء ما موجود بالاسواق. فقلت اريد فشي على الاقل بي فشي ما ديتول، فلقيت هذا زاكروتان. طبعا هاي ماركه معروفه انه ديتول 100% بكحول وبهيج شيء. هذا التنظيف الحمام، لانه تنظيف الحمام يعتبرها من فشي كلش مهم، التعقيمات الحمام تنظيفه، اهم شيء هي المغسله والمكان اللي يعني اول ما نطبي. اني هذا الشيء مو بس اعقم به الحمام، اعقم به همين هنا المطبخ، الطباخ، اذا الاشياء مالت اللمس يعني هاي فك مالت الباب وهيك شيء كلها اعقمها بالهذا، لان هذا ينظف اثنين بواحد، هنا همين كافيين ينظف ويعقم بنفس الوقت. فهذا عثمان لو دي ام جت ويا امي الدي ام، ندي ام جبنا صح ندي ام. المهم الشيء الثاني اللي جبته همينه من الدي ام، اللي بيتي ما يفرق من عنده اكيد، لانه انا كنت قبل اشتريها هاي البطاله العاديه، بس هسه قمت اشوف ماكو داعي اشتري هاي البطاله يوميا، ذابتها لان انا اصلا عندي هاي مالت الصابونه السائله فاحطها بيها يعني. فهذا احبه انا كلش، اوكي، الكريم مالت الايد هي هاي، و يا هذا لانه بي همين التعقيم وهمين الحلو بي هذا. بعض الاشياء تخلي الايد جافه، هذا لا يرطبها للايد همين بنفس الوقت. اخذت من عنده يمكن اثنين، بلي دخ اثنين، اخذت واحد حليب وعسل، اوكي حليب وعسل، والثاني اخذت جنجر وليمون، الجنجر اللي هو الزنجبيل والليمون الاصفر. هذول تفي بالغراض، هذول اكثر اشياء هسه انا دا اخلصها بالبيت، يعني كل ما اسوي شغله اروح اركض اغسل ايدي، كل ما اسوي شغله اروح اول ما نرجع للبيت اغسل ايدي، اذا مثلا اجى رجلي للبيت، اذا اجوا خواتي اهلي اصدقائي، وهاي اول ما يدخلون البيت لازم تعقيم وتغسيل الايد. هاي حاطت لهم اياها راسا يم الباب، در طبول الباب مو طبول الباب، طبول الشخص يعني. اوكي نرجع لكم، سويت شويه باوزن خليني نشرب.
المهم حبايبي هسه رحت وين اني للاكشن. الاكشن هي هاي ماركه هولنديه تبيع هوايه اشياء مال اكل، تبيع يعني مثل الروزمان والدي ام بس هي هولنديه واسعارهم شويه تكون اقل ومتوفر هوايه اشياء بيها. النيفيا مو النيفيا هذا الازرق اللي نجيبه من الاردن ما اعرف نسيت اسمه بعدين اشوفه موجوده هناك عندهم اشياء يعني ما موجوده مثلا بغير اماكن ان هم يكونون مستورديها مثل الفازلين. فازلين مو النيفيا، الفازلين مثلا عندي انا ما اقدر كلش يعجبني استخدمه كلش احبه. طبعا المنظر بالوقت الحالي جنن. استغفر الله خليني اشوفكم اياه رهيب ما شاء الله يا ما شاء الله. اوكي خلينا نرجع. اوكي ف شو اسمه عدل الكاميرا بعدين سو مالتي الفازلين اشتري اني منك لانه هو يكون 100% مثل مالتنا مالت الدول العربية صراحة كلش طيب. كلش حلو قصدي نعم الايد. وهاي يعني هو الفازلين اللي احنا متعودين ناخذه من شو اسمه من الاردن من الاماكن العربية لان هنا أنا موجود منه بالدي ام والرازمان بس ما موجود بالدقة اللي هو يعني مو يكون الحقيقي. اوكي يعني اللي المستورد مثلا مالت الاردن او هيك شيء هذا بس تلقوه باكشن. اشتريت من اكشن هذول الصابونات الاثنين همينه مالت الايد ما عليكم باظافيري مسدود ابو المانيكير فما اقدر اروح له. المهم هاي الصابونات اللي مو دائما انا هسه اشتريتها من عندهم ما كنت اعرفها بعدين قرأت انه هاي اصلا بيها مادة تعقيمية ريحتها تجنن واول ما تبدون تستخدموها تحسون بيها ريحة المعقم جد يعني شيء كلش حلو ويعني اثنين بواحد ما تحتاجين يعني مثلا تحطين هاي الصابونة تحطين يمها معقم الصراحة هذا اثنين بواحد سعرها بيش بالله كان 99 سنت بس يعني موجودة هاي مادة الاسعار هنا فاذا على الفيديو الثاني حابين ويا هيك مشتريات اقول لكم الاسعار كتبوا لي بالتعليقات بس هاي كان الواحد ب 99 سنت وماما كانت وايقتها وياي نصحتها همينه تاخذها كانوا لانه تراك اثنين ولد موجودين فدا يقول لها هاي امي تشتري من عنده وريحته كلش طيبه وهيك شيء وهذا اصلا بمعقم فدا يحكون عن هيك بصوت ناصع ما حد يعرف عمود ياخذوها لان دا يشوفون الناس انه مجنونه بشي اسمه تعقيمات. ما اكو هسه بالسوق ما تلقون شيء اسمه تعقيم جد ماكو. فقلت لها ماما يلا ماما اخذت لها اثنين وانا اخذت لها اثنين لان كانت هاي اخر اربعه باقيه ولا انا لو علي يجوز كان شريت اربعه خمسه. يا هاي هسه رجعت مكانها اخذت لي همينه صابونه من عندهم هاي كلش خوش صابونه. هاي انا اشتريتها صراحه من الدي ام كانت يمكن تقريبا بيورو ونص الله لا يكذبني ما اعرف والله وين وديتها الهاي مالت المسواق بس اعتقد كانت تقريبا بيورو ونص هيك شي يورو 20 يورو 30 هاي شنو لا هاي مو مالتها وهاي سموها اتساي يعني هي اصلا مال طبيب. المحتويات مالتها كل شي بيها طبيعي طبعا بدون اي اشياء شو يسموها بالعراقي شيمي كيمياوي. اوكي واخر شي جبته للمنظفات هو شي طبعا واحد اكيد لازم يكون موجود دائما عنده بالجنطة بس اني خاصة جبته هذا من الدي ام لانه احنا كنا نشتغل واكو ناس ما عندهم هذا الهوم اوفيس. اوكي ماكو هسه هوم اوفيس مو للكل عندهم هوم اوفيس اكو ناس بعدهم يشتغلون بالمكاتب يشتغلون بالشركات اكو ناس تشتغل بعدها بالماكدونالدز يعني بهاي الاماكن الكبيره مالت الاكل مثل الكي اف سي وهيك شيء فهذا يكون كلش مهم انه واحد يكون او حتى لو مثلا انت رايحه خطار رايحه صديقتك رايحه البيت ما اعرف من انت ما تعرفين انه كل شيء يصير فهذول واحد ياخذها وياهم. هاي هي تعقمت يعني مهما يكون لانه بي تع
99.9% انه يقتل الفيروسات اللي موجودة. هذا الشيء مهم مهم. اوكي والشيء الاخر اللي انا جبتها معنا للبيت شيء كلش احبه واموت عليه هو طبعا تقليد الشركة اكو شركة كلش معروفة تسوي هي ريح تسوي بخور رهيبة هسه طلع لكم اسمها بس هذا جبته من الاكشن وهذا عبارة همين عن ريحة جو رهيب ريحته كلش طيبة دقيقة جدي جنن كلش طيبة وأني مجربتهم يعني ما يبقى مثلا المدة ساعة بالهواء أو هيك شيء بس أني من أرشها بالحمام أرشها همينة وين على الباردة مالت الحمام على مود تبقى الريحة مالته الريحة مالته فظيعة يعني أنصحكم به كلش ريحته تجنن وهذا روم سبراي اكو من عندهم انا صديقتي عندي اياها تستخدمه وين ترشها مين على البردات مثلا بردات غرفة النوم بردات الهول هيك شيء على مود الريحة ما تبقى لان تكمش بالبردة او هيك شيء شو اسمها يا الله الشركة دقيقة انا عندي شيء من عندهم هسه اروح اقرا واجيكم رجعت لكم هاي الشركة واكيد كلكم تعرفوها شركة ريتشوال باش صار بيه من وراء ظافيري وايدي ريتشوال انا هذا اشتريته العنبر من عندهم الله لا يكذبني انا تقريبا قبل سنتين اشتريته من عندهم ب40 او ب46 يورو كان تقريبا كل سنت واحد يحطه بي استاهله جد يخبل ريحته فتشي رهيب اول ما جيت اطوب للبيت او مثلا يجوني خطار او هاي يقولوا لي رنت بيتك ريحته دائما تجنن يعني صدق بلا مبالغه ريحته تموت لليوم ريحته طبعا مو مثل الفوران اللي كان قبله هو يعني مو نفس الشيء بس مع ذلك ريحته كلش طيبه وانصحكم به جد ريتشوال عنبر عندهم هواية اشياء من عنده كلش طيبة همينة خل احطه هنا ديكور عندهم هواية اشياء همينة ريحتها كلش طيبة بس هذا من اكثر الاشياء اللي اني جذبني بس ما اعرف شبيه الكاميرا ليش هيجي صايرة معوجة